مع الشيخ فتحي صافي. طب نحكي عن نسوان. نسوان رمضان المبارك. لا لا مو هو المرة، مو هو اليوم، ما أجد معي الحمد لله. آله وصحبه أجمعين. مادة 210، إذا وقع الشقاق بين الزوجين واشتد الخصام. طيب في بيت ما بيصير فيه شقاق؟ يعني كلياتنا أحيانا بينه وبين مرته الواحد تصل نعم المواصيل للسقف، بس بده الواحد إيش يكون عنده حكمة. هلأ إذا بتقلع على مرتك وين تروح؟ ما عاد لبيت، ما أنت أهله. لذلك الله سبحانه وتعالى حط الطلاق بإيدنا، ما حطه بإيدون، لأنه إذا الطلاق بإيدها وتشاجرنا بتطلقني. إيه والله بتطلقني. نحن هلا بهالوقت عم نملك الطلاق للبنت، إذا كان مثلا منخاف يختفي، منخاف يصير عليه شيء، فرئيسة ما يكتبوا كتاب المحكمة الشرعية. بنت ملكناها الطلاق، قاعدة هي وخطيبة سهرانين وجايب له معه إيه نعم نابلسي وعم يأكلوا، قالت له أنا طالق منك، يطعم لك حمى. قال له دغري فتح لي تليفون شيخ، قالوا إيه نعم ما في دخول، تلقى بائنة بينونة صغرى، يلا رقود أنت وياها، بدكم عقد جديد مهر جديد ورضاها. المرة ما خرجت تملك شيء، يعني سائق سيارة منهرب على اليمين والشمال بسياراتنا منها، وندرست أولادنا يعني تدريسها حلو إيه نعم، وكانت طبيبة طبابتها حلوة يعني زناب والله زناب. فالشقاق إذا وقع بين الزوجين واشتد الخصام ورفع الأمر إلى الحاكم فله أن يعين عدلين ويجعلهما حكمين، والأولى أن يكون أحدهما من أهله والآخر من أهلها. اليوم الحاكمين لا من أهله ولا من أهله، حكمين بعينهم القاضي. إجا أنا مرة واحد إيه نعم محامي بأصل العدلي عضو مجلس الشعب، قال شيخ بدنا نحطك محكم. هي محكم، ما اثنين بيكذبوا، الزوج بيكذب والزوجة بتكذب، لا يمكن تحسن تتوصل بيناتهم لحل. فسبحان الله الحكمين لكن من أهله من أمشان يعني يقاربوا وجهات النظر، يعني بيحكموا بيناتهم بيحاكون كذا ايه مشان انه يفهموا عليهم. نعم، وينظرا بينهما ويسعيا في إصلاح أمرهما، وإن لم يتيسر لهما الإصلاح فليس لهما التفريق. الحكم ما بيحق له يفرق بين الزوجين، اليوم بيفرقوا بين الزوجين. كان في عنا مشكلة، نزلت لعند القاضي قال والله الحكمين هن بيرفعوا الأمر. إيه رفعوا الحكمين الأمر بالطلاق. والله ما بعرف. فليس لهما التفريق بينهما بالخلع إلا أن يكونا وكيلين. بعتني واحد أمس صورة مخالعة قاعد بتركيا، أي زوجة ما بدها زوجها بتجي لعنده بيكتب لها مخالعة بدون حضور الزوج. المخالعة بدها اثنين يتبادلوا الألفاظ، الزوج مو موجود. قال هو بيقول لها إيه نعم إنه المخالعة لأنه هو سألك ظلمك فلذلك خلعناك منه، بياخذ إيه نعم ضربة تخلع رقبته، بياخذ منه إيه نعم حسبة هذيك الحسبة إيه نعم 100 ليرة 500 ليرة تركي بيحطهم بجيبته ورقة وختم وكل شيء. طيب النسوان اللي عم تطلق تروح تتزوج هي ما تطلق إيه؟ لك هي لساعتها على عصمك الأولاني، هذا ما في من يوقفوا عند حده. هاد بيبعت لي بيقول لي شيخ طيب أنا شو بيطلع بإيدي، شو أنا قاضي شرعي؟ أنا مو قاضي شرعي، حتى لو كنت قاضي شرعي كون ببلادنا، ببلاد برا إلهم محاكمهم الخاصة وإلهم حياتهم الخاصة، هاد لازم يكون في مين يوقفوا عند حده. بعتولي صورة عن المخالعة اللي بكتبها والله، وعاملها إيدين ورجلين ومقدمة ونهايات وبسملة وحمدلة، ورجل إنه عما شاء الله كان أبو حنيفة. نعم، فإلا أن يكونا وكيلين من قبل الزوجين بذلك. الوكيل قال أنا ابني عامل لي وكالة عامة حتى إيش بالزواج والطلاق والمخالعة. بكرة بتمر معنا أحكام الطلاق والمخالعة إن شاء الله. إذا اشتكت المرأة نشوز زوجها وضربه إياها ضربا مبرحا، بيخبطها الكف إيه نعم بتروح تطيح بالأرض، علام أصابع الخمس على وجهها إيه نعم، ولو بحق. والله بتلاقي إيش يعني بيحبوا عادي بيحبوا حديثي إيه نعم، المرأة بتنضرب بلا منها، مع أنه ثلاث شغلات ما حدا بيشوفهم أبدا، ما بتفهم إلا بالضرب، ثلاث شغلات ما حدا بيشوفهم. شو بدي عيش حياتي كلاته منكد أنا؟
بدي كل ما فوت على البيت ضحكان كذا بوصل على باب ضائف هيك بفتح الباب فوت لجوا ها هناك مشان تخاف اولي على العيشه. افوت على البيت بتلاقي ضحكان. هلا الرجال مرايه القلب. المره بس يفوت جوزها ضحكان على البيت بتضحك بتلاقي صارت تشتغل وهي مبسوطه. اذا فات جوزها عابس عم ينق بتعبس وبتنق. الزلمه مرايه. فمنفوت ضحكانين على البيت مننكت منضحك. احيانا مثلا ما فوت هيك باب الغرفه بتعرف انا بستاذن لما فوت باب صغار فوت هيك بالميل اي نعم فبتضحك هي بس تشوفني كذا إيه. وسبحان الله يعني الرجل يا اخي يعني في البيت هيك لما بيكون نكتي بيكون لطيف بيكون هيك بدنا نكون. اما انسان يعني بيضرب بيقتل كذا ولو بحق ما بحق له وثبت ذلك عليه بالبينة يعذر. بيطلب القاضي بيقول له الشغل عم تشتغله مو مزبوط اذا بتعيدها تاني مرة قلنا شغل معك. تجي رد المرة تاني مرة إن عم ضربها بمفتاح رنش براسها إن عم فاجي جو. بيستدعي القاضي من يجب مفتاح الرنش والله سعناه عن جيران قلنا صلي احنا فيه عارون ياسف هات مفتاح الرنش لقلك وين ضربتها بمخها بيمضوها بمخها. فالقاضي بالنسبة للمذهب الحنفي بحقنا بالتعزير لدرجة القتل. طبعا هو ما رح يقتل الزلمة اي نعم لكن امتى بيكون درجة القتل؟ مثلا تاجر مخدرات عم بحي فسد الحي كلياته اي نعم شباب الحي كلياته والمخدرات اذا علقوا فيها الشباب كمشتهم ما بيحسن يتركها خلاص انتهى صار للكب. عنا شباب فوق اي نعم بالحي منطلع عليهم سبحان الله ببكي يعني منظره ببكي لا شغل ما بيحسن يشتغل. إذا صح له شيء بيسرقه. إذا لقى موبايل بقلب نعم سيارة الباب نعم شباك نازل بيكون أخده وبتعرفه أنه هو سرق. مرة واحد سرق لي أغراض الجامع كليات أغراضي الخاصة الغاز مع الشاي والقهوة والمسجلة. فرحت لعند أهله قلنا له أعطونا الأغراض يعني. قالت لي أمه سرق من عندها؟ قلت له إيه والله الله لا يوفقه. قالت لي بالعادة بيسرق بتقاسمهم أنا وياه صار خرب الولد أهدي صار يسرق يخرجوا لحاله إيه نعم الله لا يوفقك قلت له أنت وابنك على الترباية. قاعد خاله للولد قال لي خاله قال لي شيخ تشتكي عليه بتحبسه إذا ناقصه شغلة بده يتعلمها بالأحداث هاي برقبتك أنت خليه ينقصه شغلات بلا ما ينحبس ويتعلم شغلات لساعته مو متعلمها. قال له إيه والله مزبوط أقنعني إيه نعم ما حبسته ما اعطوني ما اعطوني اياه ما رجعوا لي اياه. نعم. فيما للزوجة وما عليها من الحقوق. من الحقوق على المرأة لزوجها ان تكون مطيعة لو اجت المرأة للدرس ان تكون مطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية. يا سلام لسماع الفيديو. اي نعم. فالمرأة لازم انه تطيع زوجها. ليش هلا ببالك اذا المرأة طاعت زوجها بتخسر؟ يعني لما بتقول له حاضر امرك مثل ما بدك ابن عمي. انا بعرف شيخ يعني بعرفه من بعيد لبعيد لما بيجي من السفر مرته بتبوس ايده لما بيجي من السفر بينزل من السياره بتاخذ الشنتايه من ايده بتبوس ايده قدام العالم هو ببوس ايده لما يكونوا لحاله ما في حدا عيب يعني. طيب هلا هي مثلا تكون عم تاكل قاعدين على السفره بده يشرب مي ترقد بتجيب له الميات بيجي من برا بيقعد ترقد بتشيل الحجرابات اي نعم بتشوف شو ناقصه شو بده اي نعم شو جاي على باله اعصر لك جزر تقبرني شو اساوي لك اعصر لك بردقان شو طيب مره مثل هالمره لما بتكون هيك مطيعه الزوج يعني بيقول لها امي وليه عدي وليه لا ما بيقول لها هيك اي نعم كل شغله الله يخلي لي اياكي الله يسلم بياتي ان شاء الله ما بنحترمك اي نعم. والاولاد بيتغزوا لما الاولاد بيشوفوا ابوهم وامهم عم يتغزلوا ببعضهم وبيحبوا بعضهم الاولاد بيعيشوا احلى حياه. اما الولد لما بيلاقي البيت حلقه ملاكمه الاب وقف بزاويه والام بزاويه واحد اثنين ثلاثه وهجموا على بعضهم ونزلوا مباطحه تلاقي الولد بيكره عيشته بيكره البيت بيكره القعده طبعا لكان. فالمرأة المطيعة الشرع أمرها أن تطيعنا وما بتخسر منها أمرها تطيع زوج. طيب كم ولد أمروا بطاعتها أولادها كلياتهم أمرهم الشرع بطاعتها
طاعتني أنا، أنا عندي خمس أولاد، الخمس أولاد مأمورين أنه يطيعوها، الخمس أولاد وأبوهم يطيعوها. واحد قال له لابنه ما بتسمعش كلام أمك ليه يا ولد؟ كل شي فاكر نفسك أحسن مني؟ فيعني أنا بسمع كلامه، ليش ما أسمع كلامه؟ ويكون مباحا شرعا، شيء بدي تطيعه فيها للزوج يكون مباح. مرة طلعت بسيارة تاكسي مع شوفير من شي 25 سنة، فبيقول لي انه عنده بنته مزوجها لرجل، قال للزوج بدي اياكي تشلحي الايشار. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. راحوا يسهروا سوا، قال للزوج طلبت لك ارجيلة. اليوم كثير نسوان كانوا قاعدين بالكافيتريات عم يطالعوا من خشيشهم، عم يطالعوا دخنة الارجيلة. اي نعم، وتلاقيها مسلطنة وقاعدة وين بيحبوا يقعدوا على الواجهة مشان تشوف الرايح والجاي، والرايح والجاي يشوفها انه هي متحضرة. اي نعم، انه هي مثقفة. فبيقول لها زوجها بدي اطلب لك ارجيلة. لا، امس كنا في صلحة عم نحكي مع الزوجة فعم نقول لها انت بنت حلال يعني، ولابسة غطى صلاة وخراطة الصلاة قاعدة هيك على طرف وكذا، وزعلانة وهي عم تحكي، ما لقيتها طلعت باكيتها الدخان سحبت السيكارة. اي نعم، هالقداحة تلاقي شعلتها هيك قداحة إلى ضوء من سفلة. اي نعم، وبخت لها بختين هيك دخان. والله يا شيخ الدنيا ما عاد فيها أمان، من السلام عليكم ما عاد فيها أمان، ليش أنت في أمان بالقعدة جنبي سيكارة؟ يلا لا يوفقك. اي نعم، السيكارة بإيد الزلم معيبة لأنه أمر مخالفة شرعية، والولد لما يشوف بإيد أبوه سيكارة بده يتنقل منه، لأنه ابني أنا قدوته، أول قدوة بيأخذها الولد هو أبوه، بعدين لما بيطلع على المجتمع بيصير بنقي بقى بمين بده يقتدي، بس بيكون تشرب أطباع أبوه. لذلك هنا عم سبحان الله بتلاقي يعني قعدت قال تدخن، سبحان الله تمنيت الدخنة تطلع من رأسها أنا هي قاعدة وتدفع عليها والله. نعم، إذا ويكون مباحا شرعا، إذا أمر بشغل مخالف للشريعة ما بترد المرأة، لا ما بتطيع. وأن تتقيد بملازمة بيته بعد إيفائها معجل صداقها ولا تخرج منه إلا بإذنه. مرة بتقعد بالبيت ما عاد في لا فوتة ولا طلعة، بدها تروح تستأذنه. أنا شو بقول للزلمة؟ والله إذا طلعنا عن جارتنا بتكوني طالق. لك يا رجل ملكت الطلاق أنت، هلا أنت ما بدها تطلق بتروح لعند الجارة بتطلق. قال أنا فكرت إنه هيك قيدتها. لك ما قيدتها أنت، أنت ملكت الطلاق بهالشكل. ها هنا فلذلك لا تحرج عليها، بيزعل منها. والله إذا بتروحي لبيت أهلك بتكوني طالق، ليش في حرمة بتحسن تقعد بلا أهلها؟ ما بتحسن تقعد بلا أهلها. الحرمة ولو تزوجت بتتم بتلوز بأهلها أبدا، بتتم بتلوز بأبوها وأمها وأخواتها. يعني تفتكر إن حالك أنه أنت عوضت عن أبوها وأمها وأخواتها؟ لا. فلذلك لا تمنحها. بيجي الشيخ والله ما بعرف شو بدي ساوي، يعني حلفت يمين ساعة غضب. أي غضب يا رجل، أي غضب؟ ها أي نعم. ف بعد إيفائها معجل صداقها، شوف هالشرط أنت بتلازم بيته بعد ما يحط لها نعم معجل الصداق. امبارح عقدت عقد، قالوا للشاب قديش متقدم قديش متأخر؟ قال لي 500,000 متقدم. قالوا مخور فينك يا زلمه، عم اطلع دغري ببيت احماس. قالوا طول بالك، اليوم هيك صارت التسعيره يعني، اليوم الدارج كلياته اليوم 500 ب 500. بس بدك تنتبه، ما في شيء اسمه حبر على وراء، بدك تدفع المهر ابدا. انسان اذا بيموت قبل ما يوزعوا التركه المره بتوقف تاخذ نقدها، دين ممتاز. نعم، ولا تخرج منه إلا بإذنه، وأن تكون مبادرة إلى فراشه إذا التمسها بعد ذلك. أعطاها معجل الصداق، إي نعم، فبدها تجي على فراشه، يعني إي نعم بكلمتين حلوين بأنه مبين عليه يعني أنه يعني بيقول لها مثلا حميتينا الحمام، تفهم هي مثلا إي نعم، غيرينا هالإيفة والله زكاتي، تفهم هي بأنه إي نعم ناويين يسهروا سوا، يعني نايمي هالولاد إي نعم خلينا نسهر سوا، تفهم يعني مو ضروري يحكي هيك كذا، فبيحكي له كلمتين، هالكلمتين بيفهموا. نايم الاولاد والله ما بيناموا هلا. الله يخرب بيت قلبك، غيرنا الايفي عايفي حال يا طول النهار انا واصله معي لهون، ما عاد بدي رايح نام. نعم لحالي. فلذلك
تكون مبادرة إلى فراش. شوف يعني المبادرة ما أحلاه. شوف كلمة الفقهاء مبادرة يعني بالوما، لكن ما بيفهم بالوما الحكي معه خسارة. اي نعم اي نعم. رجل قال قاعد هو مرته أولاده، قالت له قال يعني نايمي الأولاد، قالت له اللي بينام أول واحد له 1000 ليرة. الأب فرض رقدي على الفرش ينام. لك هلا أنت قلت لي إنه نايميون شان ينام ونام هو في 1000 ليرة، نسي شو كان بده. نعم. ولم تكن ذات عذر شرعي، يعني إذا كانت مثلا بالعادة الشهرية ما بتطيعه، بالنفاس ما بتطيعه. ليش نساءنا اليوم بيعرفوا شيء عن العادة الشهرية؟ لك ما قرأوا. بيعرفوا شيء عن النفاس؟ لك ما قرأوا. لك أنا شفت مدرسات بالجوامع ما بتعرف مسألة في الحيض والنفاس. بيتصلوا معها تعطيهم رقم تليفوني، بدي أقولي تليفون حرمي والله، مرحبا شيخنا أهلين، شيخنا أنا عادتي، الله يقبرني ياك أنت وعادتي. إيه نعم. لك اسألي حرمي مثل حكايتي، يعني بيتم سؤال الحريم مع بعضهم البعض ألطف. إيه نعم. يعني نحن بشر. يعني أنا قلت لكم ياها كثير بأنه أحد من الشيخ حسين صعبية كان يقول يا ولدي إذا امرأة سألتك عن فراشها لا يقع في قلبك أنه حاطة عين عليك، هي شايفتك وارث نبوي، شايفتك شاشية بيضة، أصحك الظن أنه إيش يعني عم تسألك السؤال وأنه إيش عم تغاز لك يعني. نسمع أسئلة كثير والله، نسمع أسئلة بستحيني أذكرها حتى بالدرس تحكيها النسوة. لك بيحكوها بالمشرمح يقول أنا وياها أولاد شوارع مهين. لك بالمشرمح يتحكي. لك في كلام غطى بيبقى، في كلام يعني واحد بيحاكيه هيك بيبقى مستور حلو يعني بفهمه بالمشرمح يتحكي. إيه الله يقبرني ياكي أنت والسؤال. مرة فت على قرية من القرى، رحت اشتريت شادر حطيته بالجامع، أعلننا بالجامع بأنه تعالوا إيه نعم على الجامع في درس للنساء بالجامع، طبعا الدرس من خلف حجاب. اجوا والله النساء، قال شيخ اذا بدرسنا من خلف حجاب ما بندرس، انت شيخ وما لازم نتخبى منك. بوك يا عم شو ما لازم تخبوا مني، ديننا هيك. قال لا ما بنتخبى، اذا بدك تدرس من خلف حجاب ما بندرس. لك شو الشيخ يعني شلون منبذر اولاد لك، مو متجوزين احنا وين عامو وعايشين حياة نفس الناس العادية. والله ما درسوا. ودشرت الشادر بالجامع، ولما طلعت من البلد أنا كل قرية بعد فيها سنة، هاي القرية طولت فيها شي سنتين وشوي، بعد بالقرية سنة بهز القرية بتطلع على الزدة بقش الزفرة وبتمي ماشي، باخذ هالشباب كله على المعاهد الشرعية وبترك بالبلد خطيب جمعة وإمام جامع ومنعلم القرآن الكريم وأحكام الفقه ومنمشي. خلاص بيمشوا لحالهم، مو ضروري قدسوني كل ما فتت طلع البدر علينا. اي نعم. فليش يعني طلع البدر؟ اي بدر اللي طلع؟ انا فتحي مو بدر. فلذلك اي نعم سبحان الله، والله ما بتصل فيهم ولا بشو ولا بعرف شو اخبارهم، الا اذا كان صار مثلا مساله صار كذا صار شيء نحكي مع بعضنا. انا دليتك على الطريق وخلصت مهمتي، بس اخذ انا اجاري من الله سبحانه وتعالى، اخذ ثوابي انا، انا عارفان شو حقه. اي نعم. ومشيت. اذا اي نعم. وان تكون مبادرة الى فراشه اذا التمسها ولم تكن ذات عذر شرعي وان تصون نفسها. ايضا مرأة بدها تكون اي نعم صاينة نفسها، يعني بلا مؤاخذة، مو امورها دشار، مو اي نعم تضحك تصهصل بالشارع، مو انه اي نعم امورها فلتانة، مو بيجوا قرايبينا بيسهروا. اي نعم. بيجوا الجيران بيسهروا مع بعضهم. سمعت انا عن واحد هو ورفيقه بيجيبوا نسوانهم بيسهروا مع بعضهم بيلعبوا شدي، وصل معهم بعدين الامر انه اللي بيخسر يلي ربح بده يبوس زوجته للي خسر. فخسر واحد الثاني باس زوجته، ثاني مره لعبوا الدق ثاني خسر الثاني، اجى بده يبوس زوجته طرقته كف غير شكل، اصلا القعده كلياتها مو شرعيه. شو انا بدون ما يبوسوا بعضهم القعده مو شرعيه. فوصلت مع الناس لهون، اتصل بس نتهاون تنزل شوي 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 شوي، بعدين بلاقي حاله الواحد بالحضيض، بلاقي حاله الواحد عم يسبح بالوحل، بس يتهاون بني ادم بلاقي حاله بالاخير انعم مع الناس اللي ما فيها دين.
وتحافظ على ماله. يعني بتلاقي لما بدها تروح لبيت أهلها حملت لها سكين، حملت لها إيه نعم، وطلعت بدون ما يشوفها، زمطت من البيت زمط، وراحت لعند أهلها تأخذ لهم أكل وشرب وكذا، بيجيب الفاكهة بيلاقي نصها، بيجيب إيه نعم كيس سكر بتلاقي نقص كيس السكر، بيجيب كيس رز ما بيلاقي رز، بيجيب رز سيدي هشام بيلاقي عنده رز الريف، إيه نعم لك شو اللي غير وبدل شو اللي كذا. فالمرأة ما بحق إلا هي أمينة على ماله، بدها تتصدق بإذنه. إيه نعم، فهي نعم إذا أجوا مثلا الناس فقراء بالحي كذا بدهم إنه صدقة بدهم شيء فبتستأذنه، أو إذا بتعرفه بأنه ما عنده مشكلة إذا كانت أعطى، إذا كانت أعطيت. ولا تعطي منه شيئا لأحد مما لم تجري العادة بإعطائه إلا بإذنه. أما اللي بيجوا على الباب تعطيهن عشوراء هي بدها إذن، بيجوا هلا اللي بيلم عشوراء عشوراء بترسمي معه آخر النهار بيلم له مثلا 20-25 ألف ليرة، بس اللي دفع عشوراء ما بيحس فيها. إيه نعم عشوراء بيقول لك ما شعرت فيها. للمرأة أم تمنع نفسها من الوقاع ودواعيه؟ شو دواعي الوقاع؟ يلي بيسبق الوقاع، يعني قبل الجماع، يعني إيه نعم اللمس القبلة كذا. إيه نعم قبلة والقبلة كل واحدة إلى معنى. نايكون شيخ مرة على المنبر قال قرأ فلنولينك قبلة ترضاها، قال له واحد تحت أبوس روحك شيخ. إيه نعم لا قبلة يعني بوسة. إيه نعم القبلة مكان متجه فيه لجهة الكعبة. إيه نعم فدواعي الجماع، حط إيده عليها بتقول له شيل إيدك. إيه نعم طولي بالك يا حرمة إيمي إيدك عم لك. ومن إخراجها من بيتها إيه نعم ولو بعد الدخول بها راضية مع إيه نعم إلى أن يوفيها زوجها جميع ما بين تعجيله من مهرها. إيه نعم فبالنسبة إلها مالك نفسها لحتى يدفع على المتقدم ولي على الحالة. هلأ كل واحد متقدمه غير مقبوض إيه نعم يتلقى وعده بهالمسألة هي، فيروح يدفع الواحد متقدم أحسن له. إيه نعم إن كان بعضه معجلا وبعضه مؤجلا. في ناس بيسألونا شيخ ليش كان في زمن النبي معجل ومؤجل؟ لا ما كان في، بس يعني مشان يخففوا على الزوج قالوا المعجل ادفعه والمؤجل هذا يعني موجود بزمتك. بعدين مع الأيام ما عاد دفع لا المعجل ولا المؤجل، اثنين غير مقبول. إيه نعم فالناس ده تستر بناتها ده تستر حالها، بس في ناس بيظن انه المتأخر مثل حكاية الضمان الاجتماعي بس الطلاب تأخذ متأخرة. لا متأخر مهر. وأيما رجل تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يؤديه إليها لقي الله وهو زان. فلذلك بدك تعطيها نقدها المتقدم والمتأخر. إيه نعم وأحلى فتوى بأنه ولا شيخ أفتى لهلأ بأنه المهر ذهب بيخرب بيتنا، لأنه فلذلك مهر زوجتي 3000 متقدم 3000 متأخر ولا مشكلة. أي والله شو 3000 هو هلأ غضب البيت من ساوي بيكلفني 6000 ليرة. أي نعم فلذلك أنت ما بدنا نقدر بتقول لي بدي نقدر لأنه مسجل عند قاضي غير مقبول، تقول لي ما أعطيتني النقد براسي هي نقدة أنت بدك بعطيك النقد شو 6000 ليرة. أي نعم الولد سجله المدرسة بحط له 6000 ليرة. أي نعم نعم ولو بعد الدخول بها راضية إلى أن يوفيها زوجها جميع ما تعرف ما بين تعجيله من مهرها. عم يقول لي واحد بأنه يعني المهر بيحدد أنه مثلا لسنتين مشان يعطيها المعجل المؤجل، لا يحدد بركي منه لسنتين ما صار معه. أي نعم لما يصير بس طول بالك يصير معي ما بعطيه. فمرة أمكن حكيت لكم ياها اتدينت دينة وحطيت أجل مسمى 3 أشهر كانت أموري بخير وكنت ألعب بالمصاري لعب. لك أنا اتدينت هالدينة وما عاد توفقت بنوه 3 أشهر المصاري اللي معي راحوا صار ميعاد الدينة واللي متدين منه أنا زلمي كريم من قرايبيني والله سبحانه وتعالى عاطيه، بس أنا قلت له
تاريخ فلان بتاخذ الديني. ما معي اعطيه، رحت بعت غرفه النوم وبعت انا الحرمه، قومي هيك عن غرفه النوم، بدينا الفرشي على الارض وبعت غرفه النوم وغراض البيت. والله في حرمه جاي من الحج تازه، بريت انه في واحد بالحاره عم يبيع اغراضه لانه محتاج مصاري، فرد نطه صارت عندي بالبيت، لكن الناس جايين يسلموا عليها، قلت لهم هلا برجع صارت عندي. خير شيخ؟ قالت ليش بدك تبيع اغراضك؟ قال والله متدين وما معي اوفي. انا شراي، قالت لي دفعت لي ربع الثمن، قالت لي الثلاث ارباع تاخذهم يوم السبت. هي لسه من شيء 30 سنه ولهلا ما اجى يوم السبت. اي نعم. وانا بعتهم لاني بحاجه، واكلت حقي هي. ماتت، رحنا لعند اولادها، قالوا عمي الله يرضى عليكم، يعني وفوا ذمه امكم، انا بدي منها مصاري. قال لي شيخ فوت عندي على البيت لاعطيك ازمه ومجرفه وكريك، وروح طالع امي من القبر وتم نزيل فيها بالكريك على راسها لحتى يشتف قلبك ورجعها وتفنى بعدها. مصاري ما في. قالوا ماشي. من اخذك خبالك. اخذت مصاري، مين بدك تبقون بكره يوم القيامه؟ يوم لا درهم ولا دينار. مين بدك تجيب مصاري؟ بكيف انا يوميتها. كيف لك، خذ المرحله منيحه اللي اكلتهم علي، بس مو تترك دينك للزلمه بدك تطالب. لكن تعطي له شوفير الميكرو 500 ليره وما رجع لك وتمك ساكت عليها، بدك تقول له رجع لك مية 500، هون مو اخذ لك خبالك؟ زلمه من السواقه، اي نعم هذا بده يضرب فرام وهذا رح ينعر وهذا كذا، سرد عن المصاري، ذكروا فيها. اي نعم، اذا هو ما عادي ينسى انت بتذكره. ان كان بعض مؤجلا وبعض ولم يبين قدر المعجل منه، يعني المفروض البيان يطرد الشيطان. منسجل او في شهود انه متقدمه هالقد متاخره هالقد، بس مشان نعرف المتقدم والمتاخر. كانوا بالزمان يحطوا المتاخر نص المتقدم هيك بتذكر. فمره فت اكتب كتاب من شي 25 سنه، لقيت البنت صاحبه الدين بتصلي، الشاب ما بيصلي وما عجبني. اي نعم. وحسن الصوره تدل على حسن السريرة. شوف هلا الناس اللي قاعدة هون بالجامع وجوها مثل القمر، شوف النسوان اللي محجبة بتختير بيتم، لأنه كل يوم عم تتوضى خمس مرات بتلاقي بيتم وجهها منور. شوف غير أديان وغير شغلات، بس تكبر بتلاقي إيش مخيفة. فشو جابنا لهون؟ نعم نعم نعم. والله بدي اكتب كتاب، ما عجبني الزلمه، شكله ما عجبني، حديثه ما عجبني. المرء مخبوء تحت لسانه، تكلموا تعرفوا، بس تحكي بعرف رسمالك قديش. لما حكى عرفت رسماله كله ما بيسوى شيء. حاطين له يمكن متقدمه، كان باثناءها متقدم 20,000، لا المتقدم 10,000 المتاخر 20,000، متقدم 10 متأخر 20. قلنا له للزوج شو عليه إذا سوينا المتقدم 20 متأخر 10؟ طالما النقد كله 30 بيأثر شيء ما بيأثر؟ حط إيدك بإيد عمك، عمك زوجته على متقدم 20,000 متأخر 10. بعد ما كتب له كتاب قال له تعرف ليش قلبت المتقدم أكثر متأخر؟ قال لي ليش؟ كأنه المرأة بس ترفع دعوة على زوجها أنه ما نقدر ب 72 ساعة بتحبسه. فأنا كترت المتقدم مشان تطبشك فيه لأنك ضلايلي. فيعني الناس سبحان الله بتقبل الكلام من الشيخ لما يكون كلامه ما في حقد. هلأ الدكتور لما بيمسك مشرط وبيفتح لك إيدك أو وجهك أو كذا مشان عملية جراحية ما بتزعل منه. ليش؟ لأنه ما حاقد عليك هو، وعم يضرب ضربة مشرط مشان الطيب. ابنك لما بتضربه بيتم بيحبك. ليش؟ لأنه بدك إياه يستقيم. هلأ وأنا بحب حالي يكون أحسن من الناس كلها إلا ولدي، بحبه يكون أحسن مني. أي واحد فينا بالدنيا بحب ابنه يكون أحسن منه. فلذلك نعم. شو كانت القصة؟ نسيتها، بس هيك هي القصة يعني. نعم نعم. إذن المعجل على حسب عرف أهل البلد، يعني هلأ اليوم عم نحكي أنه 500 ب500. والله من كم يوم كتبنا كتاب 200 ب200. قلت والله مراعينه للزلمة. هو إمتى بيراعوه؟ مثلا إذا كان الخاطب دكتور
وعلى وش التخرج. هذا مين ما طلب ما بيفات شو معه أخي، حطت ما بدك. أما إذا كان الخاطب عمره 65 سنة والبنت عمرها 17-18 سنة، بدنا 10 ملايين وبدنا ذهب وبدنا وبدنا، لأنه البنت ما رح تعيش حياة راكزة. هلا مثل ما الواحد بيحب نعم ينظر لزوجته هيك ينسر فيها، كمان المرأة بتحب تنظر لزوجها تنسر فيه. هلا واحدنا إذا أخذ وحدة اختيارها بيطلع فيها هيك بوشها الله أكبر، شعر راسه بوقف على حيله، اي نعم بيتمسى بيصبح فيها بيضوع أجار الباص، يعني منظر مخيف. شو بده بهالوعى كان؟ أحيانا مرة واحد يتزوج وحدة هي يعني حكت موضوع انه حدا يتزوجها، كنا شباب صغار نحن بحيطان العشرين 22 سنة، هي بيطلع عمرها 50 سنة، فبدها شاب العشرين، فبعتت ورانا نحن بالحي انه مين بيتقدم له؟ معها اموال ومعها بنايات ومعها، وش بدي فيها؟ بجوز انا نعم تعمر هي ما تموت هلا، يعني اقضي عمري اسخان بسخان معها، ما بدي الشغله كلها. لك تزوجت من هون ما عاشت شهر ماتي. كل الشباب صار يقول والله كسبها كسبها، بس شو طالعت اواعي الصبايا ما بتطالعها. بلشت نسوان الحي شفتوا شو طالعت، اي نعم ملبوس بدن، شفتوا شو طالع كش بدن، ما بدنا لا بدنا ملبوس البدن، قامت ماتي، اي نعم يمكن ندفوها عين، اي نعم قامت راحت فيها. اذا على حسب عرف اهل البلد، لذلك النقد دائما بيكون على حسب حال الزوج والزوجين. فالزوجين لهم مدخل في المهر، يا بيطلع المهر يا بينزل. اي نعم. مرة بدي اطلب بنت، قاموا قالوا انه 10000 تقدم. شو 10000 تقدم؟ 10000 متأخر. هي كانت بسن 78 بسنة 78، قال 10000 تقدم 10000 متأخر، غير مقبوض، والسكنة عندهم وغرفة النوم من عندهم وكل شيء من عندهم. ما رضيت، صهر بيت انا معناتها. معناتها إذا بحكيها كلمة حلوة شو بتقول؟ ركال خايف في وراك 20000 إذا بسكي عليك بحبسك. بينما بيتي ولو كان أجار بأثناء وكنت عايش، يوم بقول لها أي كلمة غزل لزوجتي بتعرف طالعة من قلبي، لأنه إيه نعم فقير أخذ فقيري جابوا شحادة صغيرة، يعني أنا وياهم كيفين على الفقر، ما حدا عم يسابقنا ومروقين، منجيب رغيف خبز اليابس بأسنان منحطه بشكير مبلول ومناكل أنا وياها ومبسوطين ومروقين، وعشنا حياتنا لا شحدنا ولا مدينا أيدنا لحدا. نتدين نتدين، الدين ما في إيه نعم يعني كسر نفس، تتدين بتوفي، من أخذ ورد ما ارتد. إذا زلمة بتدينه بيرجع لك ياه إمتى ما طلب تعطيه، أما زلمة يتدين طنش. ثاني مرة طلب قلت له ما في، كنا بالابتدائي كان في درس، واحد اجى طلب من رفيقه 5 ليرات، قال له افتح درج الطاوله خذون، فتح درج الطاوله اخذون، بعد فتره قال له هي 5 ليرات، قال له افتح درج الطاوله حطون حطون، بعد مده قال له بدي 5 ليرات، قال له افتح درج الطاوله فتح اخذون، اجى رد قال له بدي 5 ليرات، قال له افتح درج الطاوله خذون، روق فتح درج الطاوله ما لقى شيء، قال له ما في شيء، قال له ايش ما رجعت ال 5 ليرات؟ لو انك رددتها لوجدتها. هنا لو رديت المصاري بتلاقي مين يعطيك. اي نعم. اذا اي نعم. ولها منعه ايضا ان كان المهر مؤجلا كله الا اذا اشترط الزوج دخول بها قبل حلول الاجل ورضيت به. الا نادي كلياته اي نعم مؤجل بس لسنه، رضيت لسنه ما بامكانها تمنع نفسها منه. إذا لم يوفي الزوج المرأة ما تعوري فتعجيله تأجيله من مهرها، جاز لها الخروج من بيته بلا إذنه. ماذا فعل؟ لا متقدم ولا متأخر، لبست ملايتها حملت حالة وراحت. وين راح يا حرمة؟ والله راح لبيت أخي. ما في تروحي لبيت أخوك، روح لعنا، بتروح لبيت أخوها شرعا ما بإمكانه يمنحها. إيه نعم نعم. ولا تكون بذلك ناشزة أبدا، إلها نفقة وإلها كل شيء، ولا تسقط نفقتها. وللمرأة أن تخرج لزيارة والديها في كل أسبوع مرة. هي إذا واحد خطب من بلده، يعني أنت من كفر سوسي، ليش تروح تخطب من حمص وحما وحلب؟ ليش تخطب نعم من شو اسمه من المغرب العربي من الجزائر؟ ما بدها تزور أهلها هي،
طيب مو بشر هي، ما بتشتاق لأمه وأبوها؟ إن شاء الله كل ما اشتاقت لأمه وأبوها بدي أطلع على كرت طيارة. إيه نعم، بدها تروح، بدها تروح على حمص وحما، بدي دشر شغلي مشان وصلها، مو معقولة بعتها بالبولمان لحالها. أما إذا كانت هون ساكنين معنا بالحارة بإمكانها كل أسبوع بتروح بتزور أهلها، ما في مشكلة. فأهلها بتزورهم في الأسبوع مرة. إيه نعم، ولزيارة محارمها في كل سنة مرة. إخواتها بتزورهم بالسنة مرة، ما بيحق له الزوج يمنعها. ولا تبيت عند أحد منهم، هون كمان مربط الفرس. راحت لعند أبوها وأم، ليش لتنام؟ المرأة ما بصير تنام إلا في بيت الزوجية. روحي الصبح، تعي المساء، تطبخي لهم، بتغسلي لهم، تخدميهم، المساء تعي على البيت. الزوج نعم بده يبات، يعني والله لما اجي على البيت منيح على زوجتي مو هون ما رح تسمع الدرس، يوم بجي على البيت ما بلاقيها، لك بكره البيت كله، حس البيت كله ما له طعمه. يوم بجي على البيت بلاقيها بالبيت، يا بلاقي البيت عم يتضحك. اي نعم، اي دغري بتقول لي اهلين ابو عبدو، بس بتدلعني يعني اهلين ابو عبدو. فلذلك المبيت ما له مصلحة أن المرأة يبيتها عند أهلها، لا عند أبوها ولا عند أخواتها بغير إذن زوجها. أما إذا أذن لا يصطفل. ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كل جمعة مرة. جاي أبوها يزورها عادي، أنا كان أبي كل يوم جمعة يجي يفطر عندي فول، الله يرحمه راح، فأنا بزبط أكلة فول، شي يوم تعول عندي افطروا فول، بس اثنين مو كلها تكون هي سوا. فبزبط لقمة فول شي غير شكل، ففزيت على المطبخ بيساي فول، قال لي أبي وين رايح؟ قلت رايح زبط الفولات. قال لي وين عيالك؟ قلت له بالبيت، بس أنا من فول. قال لي عود مرة بساي أكل لك يا ما أنا. قال لي عود لا تركب على ظهرك، مره نعم سايكل خلص مثل ما بدك، مره سايكل مره سايكل، روح ذو الفولاد تحت ايديها لانه كول كول فول. اي نعم، فلذلك اي نعم ما في واحد يمنع ابويها من الدخول لزيارتها. طيب ونجوا اهله هو ادرى، ولا غيره من المحارم في كل سنه مره، اخواته بيزوروها بالسنه مره. طيب اذا جاء اخوها لعندها بالجمعه مره في مشكله؟ ما في مشكله، والضيف ضيف الله سبحانه وتعالى. وتحط له احيانا يعني بيكونوا قاعدين مثلا اخوه راح يفز يمشي، لك قومي حطي له لاخوك شويه فواكه، حطي له شويه شغله كذا، اي والله نسيت اخذنا الحديث، لك كرميهم ضيوف هذول. هنا اذا كان ابو الزوجه مريضا مرضا طويلا فاحتاجها ولم يكن لديه من يقوم بشانه، فعليها الذهاب اليه وتعاهده بقدر احتياجه ولو كان غير مسلم. الله على ديننا ما أحلاه. متزوج واحدة مثلا نصرانية أو يهودية، المهم أنه إيش صاحبة كتاب، طبعا هذول أهلها شو رح يكونوا؟ على نفس دينها. طيب أبوها مريض بدها تروح تخدمه، ما في شك بدها تروح تخدم أبوها. هنا وإن أبى الزوج ذلك، قال لها ما بتروحي، مو بكيفك بتروح. الكتاب الثالث، أبي صفة من الوقت، الباب الأول في الطلاق. هلأ بدأ كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، كل شيء قرأناه حطه على الرف. الإمام أحمد عملم ابنه مدري 30,000 مدري 35,000 حديث حفظوا ياهن، قال له حفظتهم يابا؟ قال له حفظتهم، قال له هي أحاديث موضوعة، هلأ لح أبلش حفظك الأحاديث الصحيحة. لكن احنا الأربعين النووية نعم ما عم نعرف نحفظهم لأولادنا. أما هلأ أحكام الطلاق هون بقى حط وقدك هون، لأنه في ناس كثير بتحلف بالطلاق، على كاسة شاي بحلف بالطلاق، على فنجان بحلف بالطلاق، عليه ما عليه بالحرام. شو كلمة الحرام؟ كلمة الحرام أشد من كلمة الطلاق، لأنه كلمة الطلاق نعم طلاق بائن بلا رجعتك إلى عصمتي وعقد نكاحي بترجع. كلمة الحرام عند الحنفية يقع بها الطلاق، وإن قال لم أنوه لأن العرف قاض به، عند الإمام الشافعي تحتاج إلى نية أو دلالة الحال، يقع بها طلاق بائن بينونة صغرى. ففي كثير أماكن، في حارات، في ما بعرف هون الكفر سوسي إذا كان ناس تحلف بالطلاق كثير
أو بيحلفوا بالحرام أو كذا أو شيء، بيحلفوا هون عنكم شيء، بيحلفوا بيحلفوا يعني دوما وحرستا وكذا، يعني من شرقيهم أنتوا على قولت اللي قالوها. إيه نعم والله، هي ما فيها لعبة، كلمة الطلاق ما فيها لعبة. بيصفى الواحد عايش مع مرته بالحرام. إيه نعم منجيبها إن شاء الله. بس أما إذا كان يعني طلق، إيه نعم، لأي سبب من الأسباب، يعني كان لما يجي الزلمة عند الشيخ محمود الرنكوسي رحمه الله تعالى يلو حلف بالطلاق، يلو ما لقيت غير فرج زوجتك تحلف فيه، شو بتحلف بالطلاق؟ بعدين لما الإنسان بيحلف بالطلاق بالثلاثة وزوجته تطلع منه وصار بده يجحشوها، فراح واحد عند الشيخ قال له سيدي والله إيه نعم يعني حلف بالطلاق بالثلاثة ولا حبعتها لعند أهلها يجحشوها. قال والله يا ابني لازم يجحشوا له. لك شو ذنبها هي يروحوا يجحشوها إلها؟ يعني هي قاعدة ببيتها مستورة، لا عم تساوي شيء، لا قارشتك، انت عم تبيع وتشتري برا، ليش تتعدى بخطيتها؟ ليش تصير حرام؟ عندك 4-5 أولاد، راحت لبيت أهلها ما بتخلص، وإن قعدت عندك ما بتخلص، ليش ربطت حالك؟ يقول لك شيخ والله ما يعني طالع طلوع خلق، أو والله ما منت على لساني، أو ما حسيت على حالي، ما حسيت على حالك. في حدا بيطلق زوجته عن رضا حالك؟ ما حدا بيطلق عن رضا، تكون لابسة أوعية ومهندمة، إيه نعم، ولابسة بقى الشفتشي، إيه نعم، وحاطة على وشها وكذا، وحاض محضرها الصفرة، إيه وبقى مزبطها على 24، يفوت بيقول لها شيء أنت طالق؟ ما بيقول لها. أما إيه نعم، إذا استفزوا بعضه كثير هلا عم نسمعها بتقول له بدك تطلقني، إذا كنت زلمة بتطلقني. إيه نعم، بتوقفي على باب صغار ما بتطلع من الباب لحتى تطلقني، بتدم تدافع شيء وياه بيقول لها أنت طالق، بيقعدوا بيبكوا هو وياها، يرفع السماعة، شيخ والله طلقت. ايه بلا لك يا خلاص يلا منيح ارتحت منها. لك شيخ اللي منها 3-4 اولاد، ايش لما قلت لها انت طالق ما كنت عارفان لك منها 3-4 اولاد؟ هي استفزتني، وين مخك انت؟ طيب فشها هيك على جنب، اطلع من البيت، غب لك ساعتين ثلاثة، بتجي تبدل المجلس، خلاص الزعل راح، جيب لك بايدك فروج بروستي، جيب لك بايدك صحن شاورما فرط، ورصاص يفرط حليبه ان شاء الله، ما بيعرف الا بس انه تشاجر وطلع. للطلاق محاسن كثيرة، يا سلام، منها التخلص به من المكاره، إذ لو أنه لم يشرع، لو ما في طلاق، لو اللي زوجت لزقت فيك للأبد، ولي على الحالة، النسوان حظوظ والسيارات حظوظ، أنا عندي سيارة بيجو 205 ما بتصلح، ركبت السيارة 5 سنوات ما فيها فرام، لما انزل من الجبل السيارات كلها والزلم بيهربوا يمين ويسار. اي نعم، فما فيها فرام وما فيها كهرباء، اذا طفيت الضوء ما بيشعل. اي نعم، اي وحالتها حالي، ولا ما بتشتغل لحتى احط لها بنزين بالكاريبرتين لحتى ايش انه تشتغل. اي ما بتصلح، السيارات حظوظ والنسوان حظوظ. هلا واحد متزوج وحده عم يحكي لي طلع في معها مدري شو هذا المرض عصبي، تاخذ له ادويه ما قالوا له، هلا لما حملت صار بدها توقف الدواء بلش يظهر عليها المرض. قال شيخ ما قالوا لي شو ساوي؟ قالوا اذا فيك تتحملها صارت زوجتك وام ولدك، ما بدك تحملها الا مع السلامه، بس اذا بتحملها كثر الف خيرها، كلها هيك عم يلزقوا بعضهم البعض، ما بيقولوا له شو قصتها. وفي هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليكم، الله يرضى عليكم.